وزي كفن تبع الموجة. يعني احنا مازلنا نصطاد في بعضنا ونتجسس على بعضنا ونقولوا الديمقراطية سرية، بعدين تجي تشوف كاميرا هكا تفخ عليك تركب عليك يصوروك كذا، هاك حضرتك ما حضرتش هاك ما كذا. ايش دخلهم في موقفي؟ الانتخابات في العالم كلها سرية، انت كتمشي انتخاب رئيس مش يعملوك ستارة؟ لكنكم رفضتوا الخلوة في الأغلبية، نحكي لا لا أنا مر... أنا يا سيدي رفضنا الخلوة ولا ما رفضناش الخلوة؟ بأي حق أنت؟ بأي حق تجز علي؟ وبعدين يا سيدي أنت تتسألني أنا في موقفي؟ أنا ضد هالأشياء اللي نشوف فيه، وهذا الغنوشي سيرحل ذات يوم والله يعلم كيف سيرحل، وقريبا خد يرحل باختياره، وماهيش هذه معركتي. وبعدين انا ما اعطيتوش ثقه الغنوش، هاني نحكي قدام التلفزيون حتى نسحب منه هاو يسمع فيا. انا يمكن اول واحد طلبته قلت له يا غنوش يخرج الباب الكبير، فهمت شو يعني؟ انا لا اعطيته ثقه، لا عملت مع حكومه، لا كنت وزير معاهم، لا كان صديقي الفخفاخ، لا دفعت على الفخفاخ، لا اي شيء، ولن ادافع الا على رجال تونس. وحتى السيد رئيس الحكومه اللي كنت بحذاه، انا بدا لي انه شاب يستطيع أن يفعل وسيفعل بصمت، وإذا ما قدرش يعني لازم يفتش على عطل، ولازم يصارح نفسه ويصارح الناس اللي يشتغل معه، ولازم يجيب ناس أيضا أقوياء، مش جايب أولاد هكا كل واحد مدقل، واحد جايب سائق كذا والأخر جايب سائق كذا، وهيا نعمل حكومة. مش هكا الحكومات، تونس تعيش في أوضاع خطيرة جدا جدا جدا، يعلمها الرئيس عليه أن يعلمها، وعليه أن يتحرك بجدية الرئيس. اليوم الحديث ما زلنا نلعب، ما زلنا نلعب، كلنا كل واحد يلعب في ملعبه، ما زلنا نلعب. اليوم الحديث